أطلقت شركة إفري الرائد في سوق المشروبات وإنتاج المياه المعدنية والمشروبات الغازية ومختلف أنواع العصير مشروبات جديدة، الأولى على المستوى الوطني من دون ملونات غذائية ومنكهات اصطناعية ومصبرات بتسمية سودا بريميوم. ووفقا لمدير تسويق جعفر سادو، فإن المشروبات الطبيعية 100% أنتجت بآخر التكنولوجيات لتصبح صودا طبيعية بعد تعقيم القارورات والمنتوج في غرفة تسمى الغرفة البيضاء مع تعقيم المصنع. خرجنا بمنتوج جديد في السوق، هو المشروب الغازي صدير الجازوس الصودا بريميوم، اللي هو الوحيد في المنطقة. هي لا ديرنيير تكنولوجي تاع لو صودا، سي لو صودا ناتورال، صدير لو برودوي الي اسيبتيزي، معقم مام القاروره معقمه تانيت دون اون يوزين اسيبتيك دون اون شامبر بلانش، اي لو برودوي الي سان كونسيرفاتور سان اروم ارتيفيسيال اي سان كولور ارتيفيسيال. دونك سي بور سا كون ستيريليز لي برودوي، خاطر سي لي جيرم كي فون تورني لو برودوي. دونك سي بور سا دونك اون ا اوبتي بور سات تكنولوجي كي لا ميم بور لو جو اوسي. دونك ديزورمي دونك لا سوسيتي إفري لي برودوي تاعها كامل المنتوج تاعها خالي من لي كونسيرفاتور ولي زاروم ارتيفيسيال. هذا وتقوم شركة إفري بتصدير وبيع زيت الزيتون نحو العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك الشركة 194 سوق توزيع وتنتج 20 مليون وحدة في العام منذ سنة 1995.